الكرام، أحياناً الإنسان يعاني ما يعاني حينما يصطلح مع الله، يعاني من معارضة من قبل أقرب الناس إليه، يعاني من استنكار بعض الناس لاتجاهه. الناس ألفوا التفلت، ألفوا أن يأكلوا المال الحرام، ألفوا الاختلاط الآثم، ألفوا النفاق والدجل. فحينما يأتي إنسان ويستقيم على أمر الله ويتماسك وينضبط، عفيف على أمين على صادق، هذا الإنسان خطر على من حوله. من أين جاء الخطر؟ أنه يكشفهم. المستقيم يكشف المنحرف، والورع يكشف المتفلت، والأمين يكشف الخائن، والصادق يكشف الكاذب. يفرح بالرجوع ضاقت صدور أحبة وعليك قد ذرفوا الدموع.